واش ما كطلعتش معايا انه غالبا داك صاحبك اللي قليل فين تشوفو كيقرا كتلقاه كيجي بنقط واعرين في الامتحان اكثر منك انت اللي كتلقاك كتقرا بالليل والنهار؟ وي داك صاحبك اللي كيبان لك فنيان وعاطيها غير للطوران وما عمرك تلقاه هز كتاف يديه هو اللي كتلقاه تكلاص مزيان، حتى كيبدا يدخلك الشك في راسك وتقول وايلي حقنا كي دارت ليها؟ إيه كنت كنقرا اكثر منها وعلاش هي جابت اكثر مني؟ من اين لها هذا؟ كيف ولماذا؟ اكيد اذا كنتي من النوع اللي كيطرح هاد الاسئله ديال علاش انا كنقرا اكثر منهم وما كيجيبوا احسن مني، غادي تكون كتلاحظ معايا انك شحال من مره كتقرا بزاف ديال الوقت وسطر معايا الله يرحم الوالدين على بزاف ديال الوقت، وملي كتسالي كتحس براسك بحال ما قريتي والو تماما، بحال فاش كتنعس بزاف وملي كتفيق كتفيق عيان ومسخسخ ومقتول بحال الا ما نعستي والو. هنا غتفهم معايا ان التفوق الدراسي ما متعلقش بشحال قريتي ولكن متعلق كيفاش قريتي. ها هنا غتفهم معايا ان العبره ماشي هي بان اختنا اللي كتفوق عليك في الامتحان كتقرا اكثر منك، ولكن الحقيقه هي انها كتقرا احسن منك. وسطر معايا على كلمه احسن وماشي اكثر منك. الله سبحانه وتعالى في القران كيقول انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ها وما قالش لا نضيع اجر من اكثر عملا ولا من عمل، ها والرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا عمل عملا فاتقنه، وما قالش رحم الله عبدا عامل عملا فأكثره. ومنه فإن النجاح في الدراسة أو العمل عنده علاقة بالجودة والإتقان وماشي بالكثرة أيها الإنسان. سو كيفاش نولي نتقن المراجعة ديالي وكيفاش نقرا بالجودة وماشي بالكثرة؟ وعلاش ديك صاحبتي اللي كتقرا قليل مني كتجيب أكثر مني؟ هادشي اللي غتكتشفوا معايا في هذا الفيديو اللي غنبارطاجي معكم فيه أفضل طريقة تعلمتها من أستاذي ريتشارد فاينمان الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1965 وصاحب أدق نظرية علمية في تاريخ العلوم التجريبية، بارطاجا معنا بكل سخاء وبكل تواضع الطريقة الوحيدة للتعلم السريع اللي كتخليك تقرا فقط في جوج سوايع داكشي اللي كنتي كتقرا في نهار كامل. وهادشي علاش كنصحك ما تزقل حتى ثانية في الفيديو لأن المعلومات مترابطين مع بعضياتهم، واذا فاتك غير معلومه واحده غادي تضرب كل شيء في الزيرو. وهذا الشيء علاش خيرو وجد لي ورقه وستيلو ودير معاك شي لايك وجادوغ في نص الخبزه وشويه ديال الكيتشوب ديال ابوني وعلى بركه الله يلا نبدا. من صغري وانا كنتقاتل مع القرايه باش حتى انا نوصل للغايه ونهز الرايه وما نبقاش ناعس مغطي من ملايا ونبقس عدياني والحقاده والحضايا والحاسدين اللي مورايا، وحتى انا نهبط من الحمار ونركب في الطياره وتبان بيا الوالده قدام الجاره ويصفقوا عليا بكل حراره. ولكن ملي كنجي للواقع كنلقى راسي كنعيا منضرب في التماره، وفي التالي كنلقى راسي مع التواله بحال الكسالى جبت نقط عيانين شفيت فيا العديان والحقاره. اتفق معنا استاذ شقلبتي يا رب رجع لها عشيري. ايوا اصبر اصاحبي ما تقاطعنيش الله يخليك، كنت كنعيا منضرب في التماره باش نركب حتى انا في الطياره وما كنجي فين نقص حتى كنلقى راسي مربوط فوق الحماره. في ديك اللحظه طلعت لي درجه الحراره وانا ندخل اليوتيوب نقلب على شي استاذ اللي ياخذ بيدي ويخرجني من الظلمات للاناره، وتما لقاني الله بعالم الفيزياء ريتشارد فاينمان كيعاود على الطريقه باش قراو وخرجوا راسو من الحفره واللي نقدروا نلخصوها في الخطوات الاربعه التاليه. اولا غادي تختار حاجه وحده بغيتي تتعلمها، هنا غتركز على الدروس او الفقرات اللي كتعقدك في حياتك وغادي تبعد عليك التليفون والتلفه واي مصدر ديال الازعاج باش تخلي دماغك يركز مع الدرس اللي بغيتي تفهم. ووصي صحاب الدار انك مركز في قرايتك باش حتى واحد ما يبرزدك وما ينوضش شي واحد يسخرك للحانوت. ثاني خطوه غادي تخيل راسك انت هو الاستاذ والتلميذ في نفس الوقت، وهنا تقدر تهز النونوس ديالك او شي وساده وتحطها قدامك وتخيلها بحال شي واحد ما فاهمش داك الدرس وانت بغيتي تشرحه ليه. هنا غادي يجي شي واحد يقول لي والله هذيك الاستاذ اش كتخربق، واش فهمتو انا ما بقى غير نشرحه لشي واحد اصلا فاقد الشيء الى يعطيه، ولو كان الخوخ يداوي ولو كان داوى راسو. قال لك تخيل راسك استاذ كتشرحه لشي واحد، شنو زعما بغيتي نكذب على راسي؟ هنا باش نجاوبك اولدي وبنتي ضروري نفكرك ان هذه التقنيه ما جبتهاش من راسي ولكن جبتها من استاذي عالم الفيزياء الحاصل على نوبل في الفيزياء ريتشارد فاينمان. وثانيا كاينه مقوله خطيره في السياق كتقول تظاهر بالامر حتى تتقنه، فيك ات تيل يو ميك ات، بمعنى انك اذا بديتي كتخيل راسك استاذ كيشرح لشي واحد عقلك الواعي غتلقاه واعي بانك غير كترون وكتكتب على راسك، ولكن في المقابل عقلك اللاواعي غادي يتيق وغادي يعطي اشارات للدماغ باش يوصل للتركيز الاقصى وباش يخليك تفهم مزيان. وكما العاده هكا مثال، حاول تضحك مع راسك بالرغم من انك ما شتي حتى شي حاجه اللي كتضحك وغادي تلاحظ انك بديتي كتضحك ديال بصح. بنفس الطريقه غادي تحاول تخيل راسك استاذ كيشرح للتلميذ، هنا غادي تطلع التركيز ديالك وغادي تحس بالمسؤوليه باش توصل ليه الفكره، وفي نفس الوقت غادي تستي راسك واش بصح فهمتي ولا غير على راسك كذبتي. كاينه ابنتي
ألبرت أينشتاين كيقول إذا ما قدرتيش تشرح فكرة لطفل عنده 6 سنوات فهذا يعني أنك لم تفهمها بعد. وهنا سطر معايا على كلمة الطفل، وعلاش الطفل بالضبط؟ لأن الطفل هو الوحيد اللي مازال ما كبرش كفاية باش ينفقك أو يجاملك. إذا فهم غتحس به من الابتسامة ديالو، فهم؟ وإذا ما فهمش غتقراها غير من الشوفات ديال عينيه. الهدف من هاد التقنية هي أنك تمتحن راسك قبل ما يمتحنوك، وتشوف راسك واش بصح فاهم. وفي حالة ما قدرتيش تشرح لراسك، هنا كتقلب على شنو هي الحاجة اللي ناقصاك باش تولي تفهم، وتشوف راسك واش بصح فاهم ولا غير واهم. وفي حالة ما قدرتيش، هنا كتقلب على شنو هي الحاجة اللي ناقصاك بالضبط، ودوز معايا للخطوة الثالثة واللي هي ثالثا ملي توحل قلب على الحل. هنا ملي تكون كتشرح لراسك التاسكيل هبيل، ما تنساش توصي بالمناسبة صحاب الدار بالطريقة اللي خدام بها قبل ما يسمعك شي واحد كتهضر مع راسك ويشك فيك واش حماقيتي. ملي يسولك راسك كي درنا لهادي وتشرحها ليه وما يفهمهاش، هنا ما تقولش هادشي صعيب وتنعس وتتكسل، ولكن ما غتلقاش شي طريقه سهل من انك تنوض تقلب على الحل. وديما دير في بالك انه ما كاينش شي مشكل ما عندوش الحل، كاين مشكل اللي انت ما قلبتيش على الحل ديالو. هنا تقدر ترجع للدرس تزيد تتعمق فيه وتقرا اكثر، او تسول استاذك او صاحبك، او تقلب في الانترنت او اي وسيله غادي تقربك من المعلومه. رابع نصيحه بارطاجها معنا ريتشارد فاينمان هي بالصد داكشي اللي فهمتي عن طريق ضرب الامثله من الحياه اليوميه. هنا من بعد ما قريتي الدرس وتخيلتي راسك استاذ كيشرح لراسو وحلتي وراسك فكيتي، غادي تدوز معايا للسطاج الاخر اللي هو انك تحاول تبسط الدرس ديالك بامثله من الحياه اليوميه او ما يسمى بالانالوجيز. هنا تقدر تحول الدرس ديالك للقصه، بحال مثلا ملي كتقرا ان الالكترونات كيدوروا على النواه، غتقدر تخيل الالكترون بحال دوك الحشرات اللي تيدوروا على البوله بالليل. وهنا كنعقل على راسي ملي تعلمت هذه التقنيه ديال ريتشارد فاينمان في التبسيط، ملي كيسولوني طلبات السنة الأولى بكلية العلوم في حصة من حصص الكيمياء علاش عمي الإلكترون ملي كيدور على النواة كيفقد الطاقة ديالو، كنجاوبهم بالطريقة التالية. تخيل راسك شي عداء أولمبي كيدور في واحد التيران كبير، مع الوقت غادي يعيا وغادي يبدا يصغر الدورة ديالو. كذلك الإلكترون ملي كيدور على النواة كيعيا، وملي كيفقد الطاقة على شكل ضوء كيصغر الدورة ديالو يهبط للمدار اللي لتحت. المهم صديقتي وصديقي، حاول ديما أي حاجة قريتيها تشبهها بشي حاجة كتعيشها في الواقع باش تبقى عاقل عليها مدى الحياة. وهكذا كنكونوا تعرفنا على طريقة ريتشارد فاينمان اللي كان كيقرا بها بزاف ديال المعلومات في شويه ديال الوقت. وايضا ما نساوش طريقة جيم كويك للتعلم السريع اللي فايت هضرت عليها في هذا الفيديو، اللي غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف او في هذا الرابط اللي غيبان لكم دابا في يوتيوب. وهنا جابت الفرصه انني نبارطاجي معك تقنيه جد خطيره كتسمى الميمو تكنيك، كتخليك تجمع بزاف ديال المعلومات في كلمه واحده. ولاحظ معايا كيفاش هاد التقنيه، واجي نيت نطبقوها على التقنيه ديال ريتشارد فاينمان. نقدروا نلخصوها في الكلمات التاليه: كثر لاصوص. لا 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 خويا فاين، بتسمح لي والله انت الا كثرتي علينا هاد الخزعبيلات ديالك وجينا عندك زعما تقنا فيك نتعلموا كيفاش نقراو بزاف شويه ديال الوقت. في البدايه قلتي لينا لايك في نسخ بزاف والكيتشوب، قلنا ما فيها باس، ولكن باش جينا حتى لهاد اللحظه هادي وحنا زعما مركزين معاك وتايقين فيك وتقول لينا كثر من لاصوص، راه عيقتي عيقتي والله العظيم. واش من نيتك؟ اه ولدي الله يهديك، غير صبر عليا نكمل، مالك زربان كثر من سوبرمان. سي ديال كثر لاصوص كتعني تشوز ا كونسيبت تو ليرن، تي اللي هي كت، دونك تي كتعني teach it to yourself or someone else. الار كتعني return to the source material if you get stuck. اس كتعني simplify your explanation and create analogies. واش ما كطلعش معايا سيدي اننا اذا جمعنا هادو كاملين غيعطيوك كثر لاصوص؟ ايوا قلتي عيب، وراه بصح نيت خاصك تكثر لاصوص في القرايه باش تجيك بنينه، مالنا كاع. بمعنى تعلم تخلق فيها المتعه والنشاط، وحاول ما امكن تترجم الدرس ديالك لشي حاجه اللي تضحك باش تبقى عاقل عليها مدى الحياه. واش عمرك سولتي راسك علاش النكته كتعاود لينا مره واحده وكنبقاو عاقلين عليها ديما ونقدروا نعاودوها لعشره ديال الناس؟ لانها ضحكاتنا، دونك اي حاجه ضحكاتك او بكاتك حركات المشاعر ديالك كتبقى عاقل عليها مدى الحياه. بحال هذا الجدول الدوري كامل اللي كتشوفوه دابا، لخصو في الجمله التاليه باستخدام تقنيه الميمو تكنيك، اللي اذا بغيتو نديرو عليها فيديو خاص صوتوا عليها بالضغط على زر لايك وكتبوا ميمو تكنيك في التعليقات. اذا وصلتوا الفيديو ل 20000 لايك كنوعدكم انني السيمانه الجايه نخدم عليها فيديو ان شاء الله. المهم هاد الجدوله سيادنا اللي كيعقد طلبه العلوم في التعليم العالي، خصو انا كامل في هاد اللقطه اللي اذا مشى شي واحد حتى ضحك ليا غادي نبلوكيه. استاذ استاذ سيل تو بلي دوني مو لو ليفر. هي هشام اللي بيك بكاني وفي عمري نساني، حلينا كرباص صفراء بمنجل كيف الصربارة، فك البريوات وتسنى باش تاكلهم. اي تب راهيم كلا فرماجة، شتنا وال ما جاتش البارح، سي بوسيبل تكلاريفي ليا. سكتي ا فيكتوريا مالكي منفخه، كوني في الكوزينه حادقه وجيبي اسماء وصبروا حتى تكريو وزربوا صليوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكايسوا على روحكم، راه خصك تبيضالي اجمل قبل ما يسدوا علينا الباب
الانسان خصو يصبر حتى يولي اكسيلون. لا حفصة، طوري اسلوبك يرتقي بك بوغ اوغمونتي. الله يعطي الوالديك شي حجه ويطول في عمرهم. بابا بواغي بوم اتوميك غوج. شتار فداس دابا سبحان الله وحسمات في القرار ديالها وتصرات ورقدات، والمشكل قالت لي نستناها في المارشي ديال ليفربول باش نعطيها تسوق. واسي بروف نوض باسي ميساج للسيمو يوجد التبصيل ديال الحمص يرقد تما ويلا يبس لوحو. اوكسيري قبل ما تطيحون بان وتسمع ديك بام، سمي باك كيف سماك، احسن اسم في السميات هو محمد نور الكون. وهكذا كنكونوا تعرفنا على اسرع طريقه تقرا بها بجوده عاليه وتحقق بها نتائج كبيره وفي وقت قليل. وختاما نعاود نفكرك انك ما تحسبش النجاح ديالك بشحال من ساعه كتقرا، ولكن حسبه بشحال من قرايه كتدخل في الساعه. وهنا غادي تكون فهمتي معايا مزيان علاش صاحبتك اللي كتقرا قل منك كتجيب اكثر منك، لانها كانت كتقرا ساعتين وهي مركزه وكتطبق الطريقه ديال فاينمن وكتخيل راسها استاذه كتشرح لراسها باش تيستي الاستيعاب ديالها، ماشي بحالك انت يا اختي اللي كتقراي 6 ديال الساعات يد شاده التليفون ويد شد ستيلو وكتلقى انت عينيك على الكتاب وعقلك مع المشاكل ديال صحاب الدار. السر ديال التفوق الدراسي خوتي خواتاتي كاين في التركيز، في انني قبل ما نتكونيكتا مع الكتاب نتكونيكتا من العالم الخارجي، نطفي التليفون ونشعل دماغي ونسد ودني على المشاكل ديال الدار، ومع قرايتي نتكونسونطرا وبلا ما نتسوق لشنوطرا ونسني مع القرايه كونطرا ونركز ونقرا باش نخرج راسي وعائلتي من الحفره ونجيب المطرقه ديال العز نهرس بها الزاج ديال الحقره. هادشي اللي كنخوتي خواتاتي في هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه، ولذلك ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم باش تعم الافاده. وفين بغيتي تحس بالسعاده وكما العاده تهلاو في راسكم بزاف، وعرفوا انكم اذا ما تهليتوش فيه ما كاينش اللي غيتهلا فيه، ولا احد قادم لانقاذك. ثانكس فور واتشين اند سي يو ان ذا نيكست فيديو. بيس. You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.